شازا حسن صاحبة مكان كلاب 33، أنا وجوزي زكريا عبد الله. المكان هنا 33 أبو الفدا، مجموعة مطاعم واخدينها من وزارة الموارد المائية والري، الوزير حسام وغازي. ممكن بس تقولي لنا ايه السبب، يعني انتوا واخدين المكان من وزارة ري، ايه السبب ان وزارة ري تطلع تصريح؟ تعسف، قرار مباشر بدون أي وجه حق، مسددين الضرايب، مسددين الإيجار الشهري، واخدينه بقالنا أكتر من 5 سنين، مفيش علينا أي شبهة من أي نوع. الوزير الجديد جه، تعسف غير طبيعي، سببه إيه؟ محدش عارف، أوراقنا كلها سليمة، امبارح طول اليوم قاعدين معاه في الوزارة، أوراقنا كلها سليمة، قال مفيش أي حاجة مخالفة، لأنهم النهاردة باعتين كده مش مدينا فرصة. طب يا جماعة قولوا لنا إيه؟ محدش عايز يتكلم، محدش عارف حاجة، أهم حاجة عندهم إنهم ينفذوا القرار قبل ما يكتشفوا ان هم غلطانين والاخطاء اللي هم عاملينها. الورق بتاعنا سليم، التصاريح بتاعتنا سليمه، كل الشهادات بتاعتنا سليمه، الحاجات اللي هم مديها لنا مطابقه بالظبط، مفيش اي مخالفات، مفيش اي حاجه بتستدعي ازاله. دول مش جايين يزيلوا مخالفات، شايفه سبب ده ايه؟ جايين يزيلوا المكان كله. شايفه سبب تعسف؟ تعسف في ايه؟ في ايه القرار اللي هم بيتعسفوا فيه؟ يعني هو سبب ان هم يزيلوا المكان ايه؟ مفيش اي سبب ولا حتى عارف يرد. اهم حاجه عندهم عايزين يشيلوا المكان قبل ما نلجا للحكومه، قبل ما نلجا للنيابه، اهم حاجه عايزين يشيلوا المكان. تعسف من وزير الري شخصي لسبب الله اعلم ايه هو، بامر مباشر يشيل المكان بدون اي وجه حق، بدون اي اوراق رسميه. حضرتك قدمت بلاغات النهارده؟ مش مدينا فرصه، دول جايين عايزين يشيلوا قبل ما نروح نقدم بلاغات، نشيله الاول وبعدين قدموا بلاغات وبعدين نصرف لكم تعويضات. في حاجه مش مظبوطه، في ارهاب في البلد، جوه الوزارات وجوه المحليات، في حاجه مش مظبوطه، في عصابات في البلد. احنا جايين نحارب بره، احنا ما نحاربش بره، احنا نحارب البلاوي اللي عندنا، نحارب البلاوي اللي عايزه تطفش الاستثمارات. انا واحده من الناس، انا جوزي بعد الثوره كان عايز ياخد فلوسه ويمشي من البلد، انا اللي قعدته، انا مذيعه موجوده في مصر، قلت له انا مش هسيب بلدي، انا قاعده، انا مش هسيب بلدي. مبتدا.com